يلا عدي نحنا ما بنقدر لعندك مهما علنا التحدي ما في غير نبحر معك من صبرنا نشيل وندي بس قريت نسمت نياحك ليش عاطي الحد تودي تودي حقيقة وفي بوني بحر بتان صوت يكون عالي تجي في الدارة بشرة بتان نغم الحنين الجان نعزف له أحلى وتر again.
شاء الله خير، ان شاء الله ما في عوج على الفريق. خير يا الزين. سالم وين؟ سالم قال بيسافر وبيجي باكر. مشى وين؟ قال ماشي لاخته. اخته؟ ايوه اخته. اخته منو؟ اخته الرضيه. اخته منو؟ الرضيه. وقال لك ساكنه وين؟ ساكنه في فريق القمارات. دكين فلت تاني. صبر صبا انتباع صبا انتباع. انا افتكر كلام دلوقتي عشان بكشاويش يكون خزين كتير، بكشاويش ينزل معاش دلوقتي بعد 35 سنة. كان زول بتاع حكومة ممتاز، عمل حاجات كويس كتير، ونحن نتمنى له حياة كويس، حياة تكون very happy، ونشكر بكشاويش كتير كتير. والله يا رجالة الزول هو نازل المعاش، ما بقول خسر، لا أنا كسبتها وكسبتها كتير، عملت مع رجالة تاكل النار، خدمت بلدي لا كليت ولا مليت. انتو والمركز دائما في الخاطر. زمن حميدة، نزلت المعاش انطوت السنين يوم بيوم وشهر بشهر وسنة ورا سنة. خلاص لا صفارة تضرب صباح لا طابور عصر، بقيت ملك يدعين للمسجدين في الشارع والعلم ينزل في المغارب. أيام حميدة كل المعاك رحلوا توسدوا التراب. حاجابي الجمرة بتحرق الواطيها، أرديب الضرس القشة المرة. الله يرحمك حاجابي، وين فضل كانت إشاراته تطاقش في المراكز، شايل شغل المركز فوق كتفه، أخوة أخوان رايقلا شيال تقيلة. كله راحوا بيكو ذكرى وأنا الشايل الشيلة. وراكم كملت الأيام في شغل الحكومة. Yeah.
أمك طالع الرضيع والوطة خلت، لا في زول أنت ناضميه ولا خلق أنت ناغيه. الله يرحمك أبويا الضو، الله يرحمك ويبرد تربتك. وينك أدقين أخوي؟ نايم قايم حي ميت، يا حليلك أخوي. الدنيا جارت بينا شربتنا مرة، كنت بدور أشوف جنياتك أدكين، كنت بدور ألو ليهم وأشيلهم في حضني ويقولوا لعمتي الرضية. إلا الزمن غلاب والمقطوف الجبين لابد أشوف العين. وينك أدكين أخوي؟ وين تكون هديت ولا رسيت ولا لسه شيطانك أكبر منك؟ أسويت كثير أدكين إلى رحمة ربنا فيه. نسيت أختك الرضيعة أدكين، نسيت أختك إلا أنا ما نسيتك، أنا لسه في رجاك، أنا في رجاك أدكين أخوي. آه يا زمن، سنين سنين وأنا شوقي شوقي ما فتر منك أدكين، ما زلت تنساني أدكين أخوي. وانا في رجاك الا دعشم ابليس في الجنه. يا حليلك ادكين اخوي. الزول ده لقيت يعاين في النساوين، انا كورك تروش تعال تروش ما هوك، وهو يعاين لحد ما دربته بالسفروك حتى نزل عينه منه. هو الراضي الاترس ما يسمع، كيف تنادي؟ بعدين الراجل ده معنا هنا قاعد 12 سنه، شفته يوم واحد عمل حاجه كعبه؟ الليله شفت. لا الراضي ده مسكين، زول ده ما يقعد هنا تاني، يمشي طوالي، انا لو لقيته بقطع راسه بالسيف. ابو عمنا كلام زي ده انا ما داير اسمع، الاطرش يمشي معاي كلام فارغ. كيفك يا قرشي؟ كيف حالك يا عم حميده؟ زيك. كيف حالك؟ كيفك؟ الله يبارك فيك. سويت شنو؟ والله عم حميده فوت من العله قالوا لي سنك صغيره. قالوا لي سنك صغيره والله. قال لك سنك صغيره؟ ايوه والله. ما قلت لهم انا ابوي كان هنا ومباشي حجابي كان معاكم هني؟ والله قلت له نعلة عمي حمد قال لي ما بنتجاوز القانون. اوه كنت لو مع عمك حمد حرمنا. أيوة. كان قاعد كلام زي ده ما كان قالوا ليك، كان انا قاعد فوق الخدمه
كان عينتك وريحتك من الكلام ده كله. ما بتقصر. انا 6 7 اولادات مثلك كده يا يامي في الخدمه عينتهم. المامور ده ذاته جابوا لي انا صغير عينته انا. المامور يا حميده؟ هي المامور. المامور انت قايل عمك حميده هين؟ الله يموحين تبع. ايوه ماني هين. ابوك الله يرحمه ذاته ما كان راي الانسان. اي والله. ايوه الله يرحمه. عشان كده يا حميده ادار وصل المسيره. وشيل حق تار ابوي وتار الجماعه اللي اتكتلوا مع اي زول اتكتل ظلمه دار شيل تار عبد الحميد. ولدي دي قصه طويله. خلي بالك فوق مدرستك وقرايتك وخلي بالك ليه امك. دي قصه طويله. عمك حميده جلك فوق الامن مشى المعاش ما وصل لها لشيء. كنت شنو؟ والله حميده كلام رجال اوعدك. وعد جد؟ ايوه اوعدك. شوف قرايتك وشوف مستقبلك. اوعدك تب كلام. أيوة. رجال يا عم حميد. والحاجه دي خلها للقانون. اي الله في يا عم حميد. اي الله في. ايوه الله في. حقك ما بروح. ما بروح. وبالقانون حقك ما بروح. أيوة. انا القانون هسه هون شغالين مودا. أيوة. زمني الفغيت في الخوق الخدمه. أيوة. خطيت فوقه 6 مواد. ايوه انا ما عارفك يا عم حميد انت موراي العم. أيوة. وهسه انا فوق المعاش كذي رسلت لهم مادتين البارح. أيوة. يضيفون للقانون. أيوة. في شان كل زول ياخذ حقه. ايوه يا عم. ايوه أخا وضعتك الله. أخا معك سلامة. الله يسلمك أبوي. نارك يا دكيم أكلني جوا وبرا بدور ليمك معاي كان الجبين مفرة كان بمراد شوفك بعيني بس فد مرة وبعد ما يتم ناي إن شاء الله الأرض تنصر. قلت لكم العسكرية كان عسكرية زمانها. هلا هلا. زمن والله الزمن ذاك ضربة الصفارة الأنفار. أيوه. الجاويشية. أيوة. أنا اللي بالجاويش ده. ساتقول اسكر. هلا هلا. انتباه. هراول. ايه زمن. والله بالجاويش معك حين. ها شيخ حميدة. قلت لك قاعة الخرطوم قاعد كيف؟ اوه قاعة الخرطوم دوروها طلبة الكلية الحربية. قال لك يحتجوا عليه قرار الخواجة هيدلستون سعد قال الانجليز لا قال المصريين ورقوا يخلوا البلد. هم قالوا بيهم الانجليز ما قالين روحهم اسياد الجلد والراس. اها في شان كذي النار ولعت في الخرطوم؟ لا لا هي في الاول قالوا ولعت فيها ادبرا سواها الخيالة. قالوا الخيال اللي بيركبوا الخيل ديل رفضوا سفر المصريين لبورسودان. قاموا فيها الانجليز براهم واجهوا المصريين ورحلوهم. والله تم عليهم حق. لكن الصعبه كانت في مدني. هيا كيف يعني؟ في مدني المصريين ابو يركبوا القطر قالوا للسواق اتحرك. اها وفات خلاهم؟ لا لا ساعه القطر اتحرك بيغادر القضيب المصريين عاينوا بيجاي بيجاي شافوا ليه قديش الانجليزي واقفين على ساكر الانجليز ببارودهم وضربوهم؟ لا لا وقتين شافوهم كد المصريين جروا لحقوا ركبوا القطر وفاتوا. اها وبعد المدى الهيدت؟ هيدت وين؟ هيدت ما ولعت. السافين 16 الفات ده الديش السوداني ومعاهم ضباط من الديش المصري دوروه حرام عديل مع الانجليز. والله كم ما اخاف الكذب الكلام ده سمعت به. ايه فازول دي معركة كبيرة. هلا هلا عفيت منهم السودانيين ما رجال ولاد رجال. اها الانجليز ساعد غلبوا حيلة ضربوهم بمدفأ الهاوزر. شنو؟ الهاوزر قال لك فكوا فوقهم 170 طلقة. الخرابة اكان كدي ما ازوم؟ قال لك ازول ساعد دخلوا رفعوا الحجار من المستشفى لقوا لهم ضابط قاعد وماسك مدفع المكسيم اكان ما هبشوا كان قايل انه حي. اها ده اسمه منو يا حميده؟ لاحظ انه عبد ال اي ضابط معروف يا اخي عبد الفضيل الماظ.
الأطرش. ما هو ما شوف البيكا انا امشي البيكا انت الحصان تجهز الحصان ايوه الليله الليله حبوب هني ولت نفسي من نضم الضناق لو شوقي يا هوسي الأطرش ماله؟ هو ما أطرش، أنا هسه شفته يقتل أبو أمنا بالكنجرية. يابا ما تقول. ما أطرش هو. الأطرش لازم يموت أتار بتاعه ما نكلي ها إذا كان تجيب الراديل ده كويس إذا كان ما تجيب لا أنت لا رفيقك ما عايزين نشوف هنا إذا النغمة الحنين تقال
والله ما شاء الله. والله ما شاء الله. هم ذاتهم ما عندهم محلقات. ما شين ساكت النزك دي الله ورقبتهم؟ رقبة ذاتهم ما عندهم. الله. الله يا شيخ حضروف. صايمين يا اخنا. يا ربي أهو، لا ما أظن، ده ما هو دكين، لا 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 يا هو ذاته، لكن أنا خير أسوي المفروض.
لا سعد. نعم جنابك. سعد شايف العربي القاعد ده بالحيل؟ انا ماشي مشواره جاي دارك تشغله ما داره زوغ من عينك. خير قوم. الله من وين؟ من الشرق. وجابك بلدنا دي شنو؟ والله يعني ما عايش بلاد كله تمش هسه الكرتون ماشين. وان شاء الله بلدنا دي عجبتك؟ والله ما بطال كويس. حمد هي. أنا رميت في دكينة حمد. دكين؟ هي دكين الضو. دكين الضو؟ هي دمك مبروح هدر يا حاجابي. 12 سنة وأنا راجل اليوم ده وينه؟ ضيع روحك. مكاري وين؟ دكين اتلقى وبتقبض وبتحاكم. دم حاجابي جواي بغلي. حمد أنت راجل قانون لا تتهور وتضيع روحك. بس دخلني على المامور يوافق يشكل قوة نقبضه ويتحاكم ويلقى جزاؤه. سمح سمح رح كعل المامور رح. ها يا جناب المامور أنا هسا لقيته قاعد في القهوة يا هو دكين ذات وعيني دي ما بتغباه. دكين الكتل اللي مباشى حاجابي كان زميل الله اللي بيجاويش حمد ده. دكين الكتل المسجون. دكين الكتل ناس كتار في الخلا وكان طافش بالسنين هسا لقيته قاعد في القهوة. أنا عندي فكرة عن قضية. أنت متأكد إنه دكين؟ متأكد يا جناب المامور عيني دي ما بتخزلني. شكل قوة أقبض على المتهم دكين. تمام جناب. انت دكين الضوء لا تضيع وقتنا ساكت لا تنكر انت خلاص انكشفت. انا بكاك. اتكلم بالعربي. انا بكاك يا زول. احسن ليه بتتكلم يا اخي؟ تأي ايه دكين؟ انا بكاك. انت دكين. انا اسمش بعدين. انت دكين. دكين قبال 12 سنة كتلت الشاويش حجابي ما دي تقعد تخشني. لو خشيت الناس دي كلهم ما بتخشني. دم حجابي ما بروح هدر. فاهم السلام لا يا دكين؟ ما بروح هدر. لو خشيت الناس كلهم ما بتخشني. ما بتخشني يا دكين. ما بتخشني. كلام فارغ. متهم في دليل ما في. جناب المامور انا متاكد جدا. انا متاكد ده دكين. اديني ساعة. ساعة للزمن واحدة اجيب لك الدليل. انت حميدة هجاني قديم. عارف قانون. تمام يا فندم. عندك واحد ساعة دليل ما جاء فكه مسجون. تمام سعادتك. قضية أهل البيت. منو ده؟ مرحبا عم حميد. حبابك الرضية. مرحبا. ازيك يا ابنيتي؟ الحمد لله. كيف انك؟ بخير الله يسلمك. الحمد لله. اتفضل لا جوا. كتر خيرك. استعجل شوية. بيت الضو ضيوفه ما بقيفوا كدي قدام الباب. خش لا جوا يا محمد. صدقتي والله يا بنتي. الا جابني الدريب به هنا. قلت اسعى لك. كان جاء خبر من دكين. يا محمد. انا فترت من التفتيش عليه دكين. ما خليت بكان ما مشيت وما سالت فوقه. شوق عمر عم حميدة. لكن شوف برد جوفي. إلا أنا ماني خابرة حي ولا ميت. لكن حي. حي. أيه. وين؟ معانا فوق المركز. وقال بدور يشوفك على الرضية. رحكة. رحكة وديني ليه؟ أرحكي على حميدة.
دكين حي. بعد كده متهم فيكو خلاص. تمام ساتر. جناب المأمور خشوا جوا. دكين كيف حالك يا قربي؟ الزمن شو نسوى فيك؟ شكلك يغني عن سؤالك. تعالي يا دكين أخوي قرب برد جوفي. باي هاي انت مين وعاوز ايه؟ خلي الأوانطة جافي أختك يا دكين بتتنكر للرضية. نسيت أختك يا دكين. نسيت الرضية. الرضية كنت بتشيلها فوق ظهرك وتلف بها الفريق كله. نسيت الرضية. البعد كبرت كنت بتقول لها يما. الزمن جافاك يا دكين اخوي. مرضى مجنون. رضية مين؟ ما تعودني لسانك كده. انا كان عميد ولبست طرف ايدك بعرفك. انا ما بعرفك. انا بكعك. سنين والدمعة جارية والفؤاد محرق ومشقق. سنين الناس كرهتك وانا قلبي ما عرف الضغينة. دي اخر الجزاء يا دكين اخوي. حليلك الرضية حليلك الرضية صالية كنار الفرقة. حليل عمر انقضيت عداد ولابس الطرقة. يا فت الفريق بالمر قطعت المرقة. راجع خيك في شان يمسح دمع الفرقة. جسدك حرقة. يا دكين أخوي. يا حنينك يا دكين أخوي. أنت إلا مقصود. عزبتك رضية. هي يا عسكر. أنا دكين. أنا دكين وديني يوخ.
اختي الرضيع اطهر قلب رادني انا ذكير 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 المحكوم دكين الضوء حكمت عليك المحكمة بالإعدام شنغاً حتى الموت لارتكابك جريمة قتل الأنباش حاجابي وآخرين. Oh,
يكون عالي تجي في الدارة بشرا بتنام الحنين تجام نعزف له أحلى وتر تكين لم تكين لم تكين